مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بمدينة الجديدة. هذا اليوم فالنشرة اليومية للحالة الوبائية أكدت أن الحصيلة الجديدة من الإصابات بالفيروس عرفت منطقة دكالة 77 حالة، 77 حالة يعني خلال 24 ساعة الماضية، منها 63 حالة بمدينة الجديدة و14 حالة بمدينة بإقليم سيدي بنور وجهة الدار البيضاء استات. يعني مادام كنتكلموا على منطقة دكالة اللي قلنا فيها 77 حالة وبائية هذا اليوم دون تسجيل أي وفاة، فملي كنتكلموا على منطقة دكالة إقليم جديدة 63، إقليم سيدي بنور 14، وبالنسبة لجهة الدار البيضاء استات فكاين حالة وفاة واحدة وشهدت الجهة 3046. بالنسبة لمدينة الدار البيضاء فكانت فيها هي اللي كانت فيها هذه الحالة وفاة، وبالنسبة لعدد الإصابات كانت 2491، النواصر 131، المحمدية 122، مديونة 85، برشيد 73، جديدة 63، سطات 55، سيدي بنور 14، بن سليمان 12. وكنلاحظوا يعني أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الثلاثاء تسجيل 4299 إصابة بفيروس كوفيد 19 وشفاء 1147 شخص، فيما تم تسجيل 5 وفيات خلال 24 ساعة الماضية. وجاء في النشرة اليومية للحالة الوبائية أن الحصيلة الجديدة من الإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي ديال الحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 971961 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 9943070، وبنسبة التعافي تبلغ 97%، فيما بلغ عدد الوفيات 14867، نسبة فتك تصل إلى 1.5%. وكتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الماضية يعني 24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء استات 3046، والرباط سالة القنيطرة 658، ومراكش أسفي 322، والرباط سالة القنيطرة 658، مراكش أسفي كما قلنا 322، وطنجة طوال الحسيمة 74، وفاس مكناس 63، وجهة سوس ماسة 43، وجهة بني ملال خنيفرة 33، وجهة الشرق 21، والعيون الساقية الحمراء 11، وجهة درعا تافيلات 10، وجهة قلميم وادنون 10، وجهة الداخلة وادي الذهب 8. أما بالنسبة للوفيات فعرفت يعني منطقة مراكش حالة وفاة واحدة، الدار البيضاء حالة وفاة واحدة، الصخيرات حالة وفاة واحدة، تمارة حالة وفاة واحدة، العيون حالة وفاة واحدة. فدائما كنأكدوا بأن منطقة دكالة عرفت خلال 24 ساعة الماضية 77 حالة، 63 بإقليم الجديدة و14 بإقليم سيدي بنور، وما تسجلات أي حالة وفاة بمنطقة دكالة. هذا هو العدد الإجمالي اللي كان خلال 24 ساعة الماضية بالنسبة لحالات ديال كورونا. فكورونا مازال معنا، ولهذا فالحيطة والحذر واجب على كل مواطن ومواطنة. كنتمناو إن شاء الله يكون التباعد، يديروا كمامات، يديروا المعقم ويحتاطوا، لان كورونا مازال كتحصد الارواح كما شفنا يعني 5 ديال الوفيات هذا اليوم الله يرحمهم. وكنتمنوا الشفاء العاجل للناس اللي تصابوا بهذا الوباء. وبهذا كنهيو هذا اللايف الخاص بهذا النشره ديال كورونا وبمنطقه دكالة اللي اكدنا بانها تصابوا فيها 77 خلال 24 ساعه الماضيه، 63 كانوا باقليم الجديده و14 باقليم سيدي بنور. وبهذا كننهي هذا اللايف، مابقى ليا الا نودعكم مشاهدي قناه شوف تي في، على امل اللقاء بكم في لايف اخر جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.